إذا فرضنا جدلا إن امبارح كان في هنا لحظة القشطة اللي في مزاجك، ممكن أعرف إيه اللي شدك ليها؟ جمالها، جمالها اللي مفيش زيه في الدنيا كلها. بتقول جمالها؟ آه يا أخي. طب بس بس أرجوك، كنت هتودي روحك في داهية. ليه؟ يا أستاذ 90% من ستات ليام دي كلهم صناعي. قصدك إيه؟ اللي تلاقيها من هنا ما شاء الله ممتدة حتى بالونات. يا ساتر يا رب. واللي تلاقي شعرها طويل وداعم وبتعمل كده اهو مركبه باروكه. ده غير المقشات اللي في عيونهم واتقم الشنان وفرد الكاوتش. فرد الكاوتش ليه؟ عشان ال عندك حق برضه، كله صناعي يا ابني كله. نعم. في ايه؟ هجات هناك السماء. ايه يا فين؟ اهي واقفه، واقفه هناك قدامك اهي يا اخ. فين؟ بص بص، هتلاقيها واقفه قدامك كده على طول. اوعى كده. يخرب بيت حظك، وقعت فيها ازاي؟ حلوه مش كده؟ حلوه دي تهبل. أنا مش شفتهاش قبل النهارده إزاي؟